فكرة المقطع هي احتفالية 200,000، ولكن أسعد شخص عايش معنا في الفيلا عايش فترة في حياته جدا سيئة ولا حد يدري عنه. أترك مع مشاهدة. ورب البيت 199 ورب البيت انه رقم مره كبير، والله العظيم رقم مره كبير. بسم الله اني ما توقعت يوم من الايام اوصل 200,000 مشترك. 200,000 شخص شافني وضغط علي اشترك، والله مره كثير. يمه مميه بس 99 يا ربي 99، ماني مجهز ولا شيء اصلا. ما توقعت في حياتي، ما توقعت اني راح اوصلها. فجاه كذا لقيتني زايد 2000 مشترك، فجاه اني بوصلها. الحين كم؟ 90، بقري 90 40 50 بس 50، ولا اعرف اعبر عن فرحتي والله. في يوم وليله اداري صانع محتوى تقريبا نزلت اللي سكت خط فيه، اللي استمريت شهر شهر ونص وصلت 200,000، استمريت فيها شهر ونص وصلت فيها 200,000. 200,000 داعم، 200,000 اخ واخت. طبعا والله العظيم قبل ما تخيل لازم اقول شيء، لا لولا الله ثم ابراهيم اني ما فتحت القناه، اني ما وصلت الرقم قدامكم. حتى محتواي يساعدني فيه، حتى اساس محتواي هو اللي قال رب يصلح لك هالمحتوى سوه. لو اتكلم اليوم لين بكره ما راح اقدر اوفيك حقك ابراهيم، والله لو اتكلم اليوم لين بكره ما راح اقدر اوفيك حقك. كل شيء انا فيه الحين الله ثم انت خمسه بس خمسه بس. يمه يا ربي. اربعه ثلاثه اثنين واحد، يا ربي واحد بس، واحد يا الله واحد بس. الله لا ترجع لا ترجع، اللهم لا ترجع، يا الله رجع سوف على الله. اقسم بالله اني ماني مصدق، يا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اقسم بالله يا اخوان اني مصدق، يا الله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. شكرا لاي واحد عني، شكرا لكل الدامين حولي. لازم قلم لازم. يما حبيبتي شلونك؟ يما وصلت 200,000 مشترك يما. ما شاء الله اللهم لك الحمد الحمد لله البركه. الله يبارك فيك البركه. والله يما مستانس ما ادري اسوي، دقت عليك والله بعد عمري والله اني ما ادري اسوي، قلت اسوي دقت على امي. الله يهنيك يا رب الحمد لله الحمد لله على البركه على البركه. الله يبارك فيك يا الحمد لله. ان شاء الله نفرح بك في الاشياء الكبيره ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا والله شكرا يما على كل شيء. الخير المغلقه يا رب العالمين. شكرا على كلامك لي يما، والله شكرا على كل شيء. الله يحفظك يا حبيبي، الله يحفظك ويفتح لك ابواب الخير يا رب. الله يحفظك يا حبيبي يا قلبي. السلامة. شكرا لكم. ما ادري ايش صارت رده فعلي، والله انا ما ادري. دائما احب افرح لحالي، دائما اسوي كل شيء لحالي، لكن ابراهيم قال لي صور. الحمد لله، شكرا على نعمتكم، شكرا لاي احد دعمني، شكرا لابراهيم، شكرا لاخوياي، شكرا لامي ولاهلي، ما اعرف ايش اقول والله. طبعا يا اخوان اقسم بالله ان في شخص يعني دايم انه نطلع نتمشى ونروح ويجي وقاعد في الفيلا، فوق ذا كله انا كنت دايم اعطي الشباب هدايا ويكون موجود وينبسط بدون ما يجي شيء. فوالله العظيم اني قررت قرار ان شاء الله انه يسعده. ارحب يا شيخ. تعال سليمان ابيك شوي. سليمان انا دايم اي احتفال نسويه انت تكون موجود ومبسوط معنا. اكيد لازم. يا سلام عليك، يعني انت معتبرنا اخوانك. أكيد. وانا اعتبرك اخونا وعزيز علي، وانت تعرف قديش انا اعزك. متى اخر مره شفتها لك؟ اخر مره يمكن الحين اربع شهور. إيه؟ وحنا كل ويكند نروح لهنا وانت قاعد في الفيلا. اكيد اجازه ولا بدون اجازه تقعد كذا تشتغل طول الوقت. طول الوقت. ما شاء الله عليك. طيب اسمع سريع، اليوم الساعه 5:45 طيارتنا على مكه. كي اليوم اجازه يومين انت واخوك. دقيقه ايوه ما فيها دقيقة. اليوم كذا على طول. يا سلام على طول اليوم. ولا دستور اهدى يا رب. وش عندك؟ ما عندك أي شيء، أنا عارفك قاعد في الفيلا طول الوقت وما قصرت مع الشباب. طيب إذا رحت أنا وأخويا ومين بيشيل الفيلا؟ لا تشيل هم الفيلا، يومين إجازة يا حبيبي خلاص انتهى. يومين تشوف أهلك، تسلم عليهم، تجيب لهم هدايا وتفرحهم، لأنك كم اللي قطعناه؟ أنا أعرف إن الواحد لو يقطع أسبوع يشتاق. كيف اربع شهور؟ وانت تستاهل والله يا سليمان. الله يسعدك. يعني لما اشوف اخوي قاعد صراحه افاجاتني. يا حبني لك يا اخي، الله اني احبك والله الله اني احبك. الله يسعدك يا بعد راسي. طيب هذا الشيء يعني اكيد حيفرح اهلي بزياده. يا سلام، هذا اهم شيء فرحتك فرحت اهلك. اربع شهور ما شفت اهلي ولا شيء. يا حبني لك. وبعدين هذه مفاجاه، يعني تخيل يعني كذا اجي البيت ادخل دق الباب ردة فعلهم. يا سلام يا حبني. مره الله يسعدك يا قلبي. طيب احنا ايش بنسوي؟ وش بنروح نشتري هدايا لاهلك. ما ابغاك تكلف على نفسك. لا لا لا
سليمان انت اخوي اشتري هدايا ونسافر ما في وقت تقريبا عندنا يمكن 7 ساعات نروح نشتري هدايا وناخذها معنا ان شاء الله في السفره ونعتمر ناخذ لنا عمره اكيد هذا اهم شيء ناخذ لنا عمره نشكر ربنا الحمد لله دخلت 200 ألف قررت اني اسعد اللي حولي الله. وانت الشخص الوحيد اللي الوحيد من الفله تقريبا ما جيت ولا هديه الله يسلمك فهذه هديه بسيطه لك. يعني معاملتكم لي هذه بالنسبه لي هديه يا بعد راسي ما في احد من العيال يعني كلهم معتبرين اخوان وانت اخونا فعلا انت اخونا والله العظيم فعلا يعني هذا الشيء يكفيني انا سليمان هو اللي يختار هو يعني الذوق خايس ترى هو ذوقك انا نهائيا ما لي دخل وانت تشتري ذوقك عندها لك انا ما لي دخل نهائيا معطونا العطور هذه ايوه انت بكيفك احسن ايوه تنقل انا نهائيا ما لي دخل طبعا الشيخ سليمان ايوه الشيخ سليمان اي نعم الشيخ سليمان هو اختار هاي ثلاث عطور وهذا الطقم الملكي لك تستاهل الخير الله يا عيني وش قصة سليمان قبل ما يجي بور وش قصة دي قبل لا يجي بور يا سلام عليك انت مريت في اشياء كثيرة اكيد ايوه انا سمعت انك مريت 3 اشهر بحياتك كانت صعبة احكي لهم وش 3 اشهر هذه انا جاي من مكة على مع شركة 3 شهور يعني قضيناها من غير لا راتب ولا شيء يعني خذوا حقك لا يومك هذا ما اعطوك اياها ما اعطوني ولا ريال طب كيف عشتوا 3 شهور والله كنا ناخذ سلفيات انا عندي اصحابي هنا في الرياض وكذا قررت انه انزل مكه عند اهلي لان خلاص ما تقدر تاكل عيش ايه انت جاي تاكل عيش ما قدرت عندك... اختي اكبر واحده كلمتها قلت لها انا بنزل مكه لانه شغال وكاني مو شغال لا راتب ولا شيء قلت تشتغل بدون ما يجيك دخل اما مره مثلا قالت لي خلاص ندور لك على دوام ثاني واذا ما لقيت انزل مكه قلت لها طيب سبحان الله في برنامج اسمه مرجان نزلت فيه إعلان الساعة 9 الصباح الساعة 9 إعلان إنه بدور أي شيء أي وظيفة أي وظيفة يا سلام قهوجي وعامل أي حاجة يا سلام سبحان الله على الظهر يدق علي رقم غريب اللي هو عبد الله اللي هو عبد الله العزيز يا سبحان الله الله يحفظه ويطول بعمره الله يحفظه السلام عليكم وعليكم السلام إحنا شباب مستأجرين فيلا بندور على عامل وكذا كيف ما كيف قلت له الراتب قال لي كذا وكذا وكذا تم وكل ده الشيء اللي خلاني يعني اعرف انه الشخص هذا محتاج ايوه محتاج يعني شخص عامل من جد قال لي ارسل لي موقعك دحين اجيك فوري والله العظيم انه انا مع العيال ترى خرجنا ما كمل نص ساعه يا دوب وصلنا المطعم خلاص جلسنا بنستنى الطلب اللي هو جا يدق علي يقول لي انا عند باب العماره ركبت مع عبد الله حتى ملابسي صحيح يا سلام واقابل فاروق قول لي كده وعلمني وكده وعبد الله عرفني العيال للأمانة ما كنت أعرف يوتيوبر يعني من باور إلا أحمد شو الأسبوع الأول اللي عندكم خلاص أنا حسيت يعني بالأمان يعني ارتحت أو حلو فهمت شو السالفة إيوه يا سلام عليك قلت خلاص أنا هنا بستمر ما إن شاء الله كل ما أكلم واحد ولا أطلب طلب من واحد ما يعني مستحيل يقول لك أنا مشغول ولا شيء أنا سمعت هالسالفة إنك 3 شهور ما خذيت ولا شيء لكن عجز صدق أحس إنه ما يخافون الله هذا يعني صدق عجز استوعبها والله أنا أكلمهم أقول لهم ترى محتاج الراتب وكذا وش يقول لك وش قاعد يقول لك كل يوم يقول شفت اللي يقول لك 5 دقائق أدوق عليك أيوه هذا أعرفها طيب بكرة تصرفك إي بكرة أنا بسلمه لدرجة انه انا اهلي في مكة يقولوا لي انت خلاص عند اصحابك فال امه يحسبون انك تستاهل ايه وما كانوا أوكي. يعرفوا انه انا يعني مريت بظروف ايه مرة كانت صعبة والله العظيم كنت انحرج ادق على واحد من العيال اقول له ترى انا طفران اكيد شيء ضيق صدره صراحة تحس انه اوكي دقيت عليه مرة ثم خلاص كل مرة تحس انه صعب الموضوع انا كان والله ودي انه يقول هالقصة لاني اول ما سمعتها ما استوعبتها فقلت خلني اسأله هل بتنقال نفس القصة او لا سبحان الله نفس القصة نفس كل شيء ان شاء الله ان ربي يعوضك اضعاف اضعافها ان شاء الله انك تعيش حياة سعيدة سواء معنا او غيرنا ايا كان وين ما تروح يا حبيبي اخوي انا من زمان ما سافرت قاعد تدعوني يا عيال كل ذا وش تقول لي؟ ايه تكفى تو وش يقول؟ لا وش تقول يا بعد الوقت؟ 3 ايام بس استانس واقعد الحمد لله ايش؟ ادعي ايوه شوف ادعي لي دعوة صادقة مع بكاء 1500 ريال باذن الله تب 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 بس صوري وانت تبكي كلكم تفقدوني صح؟ شوف المبتسم هذا المبتسم هذا السعيد قهر قهر الله قهر بروح خيب بروح يومين بدون ما تشوفوني قسما بالله يمكن ابكي والله مين بيقول مين بيخسر مني؟ مين اللي بيرفع ضغطي يقول سمنت؟ انا من يعزز لي خلاص بنت يا عيال
لا ناحب خلاص خلاص عزوزي يومين ديك تدعي انت برد الوجه ليش عزوزي يومين بدوني والله العظيم ها يوم بدونك ايه؟ ما راح اشتاق السلام عليكم اليوم قرار قرار ايوه اني كل ما اسوي شيء جديد او كل ما عندي رد السماء نعم لا يا ويلي هذه هدية من سليمان دايم يا حبيبي يا ما هذا مش كيسية لا 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 ابو صالح يا 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 في فتره هنا بعدين رجع انا هديتي بسيطه يا رب بسم الله الرحمن الرحيم وش هذا فواحه عشان غرفتي خايسه لا لا خايسه ريحه الغرفه بس كوب البطه البطه شوف اتخسي والله الله اصبر باقي خلاص حقت البطه كير بس لنا ناس والله وانا شيء يا الله يسعدك يا كذا اقسم بيتنا ما تدعي من قلب والله طيب قلب قلب تعال قلب قبل دعاء ضامن مع ريحه غرفه الخايس هذا عطر صادق يلا عقبال 300 ولا 400 500 بعد لا لا والله والله يا ركز معي رمضان وش معي رمضان تركض ركض الله يسعدك ما ركضت ولا حركت يبغاك مني ها 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 اقسم بالله اللي صار لي ما توقعته والله 1% اقسم بالله يا اني احبكم حب اخي الله يسعدكم والله ما اعرف ما اعرف شو والله ما اعرف شو خلاص والحمد لله احرمنا اللهم لك الحمد شيء ما تعرفونه سليمان ما قد ايش ما قد ركب طياره ما قد ركب طياره توني ادري والله طيب اقول شيء يعني يمكن 90% مشاكل لا لا ان شاء الله الحمد لله وصلنا مكه كيف تجربة الطيارة؟ والله ما حسيت نوم والله يقلع من القارة مركب الطيارة نام توي يصحى يا ويلي يا ويلي أنا قلت بيخاف الآن الحمد لله وصلنا مكة الحمد لله عند الحال بإذن الله إحنا راح ندعي لكم ما راح ننساكم والله ما راح ننساكم أيوة يلا بسم الله نأدي العمرة الحمد لله أنا والشيخ سليمان خلصنا العمرة الحمد لله الحمد لله والله العظيم إني ما سألتكم من دعائي الله يقبلها يا رب طبعا الحمد لله زي ما وعدتكم انه باذن الله في كل انجاز راح يكون في عمل خيري بنيتي ونيتكم جميعا نتشارك فيه الاجر الله يكتب اجرنا جميعا وشكرا لكم طبعا الحين احنا وين في مكه من الرياض قفا ما عاد مدان ايش الداخل يلا سليمان تفضل تفضل يلا لا خلصت قل لي وهقف وهقف والله وهقف يا عذريني يلا بسم الله قاعد يتنقى متوهق ما يدري ايش ياخذ مقاسات ما يدري ايش ياخذ هدايا موقفه صعب شوي خلاص اكيد اكيد متاكد 100% يلا بسم الله عرفت الحين بسوي اكبر مفاجاه هو ما يدري عنها طبعا مش فيك الحين بالله عطى وجهك عطى علي شيء مستحيل لا ما تفهم انا طبعا في شيء الحين راح اقول لك اياه انت الحين جبت هديه لهلك بس هل جبت هديه وش الهديه يا حبيبي محبة هذه محبة خاصة احنا اخوان
او في شيء انت قلت القصه حقك انه ثلاث شهور شركه ما اعطتك حقك صح؟ ايش بتسوي؟ دقيقه طيب دقيقه قل لها لا الان وصلتك مبلغ حق ثلاث شهور اللي الله يهديهم خذوا حقك سواء لك او لاهلك او انت تسوي فيه اللي تبي خلاص وصلك سليمان انت اخوي ما بيننا شيء خلاص تستاهل والله يا حبيبي انت هذا والله شيء بسيط والله انك انت اخوي وانا فرحت وهذا يعني انا انجاز انبسطت فيه فوالله اني ودي اسعدك معي ودائما تكون معي في اي انجاز في اي هدايا للشباب انت تكون معي هذا شيء بسيط والله سليمان انت اخوي والله لازم اكون معك يا حبيبي يلا بسلام سينا طبعا لين هنا طبعا نهاية الفلوق خلاص لما بروح اسلم الهدايا لاهله بالحمد لله هذا انجاز حبيت اني افرح فيه انا وياكم وافرح من حولي الاقربون اولى من المعروف فشكرا لكم لا تنسوا الاشتراك